بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على العترة الطاهرة، السلام على أئمة البقيع، السلام على شهداء الإسلام. ثم السلام عليكم أعزائي إخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام نعيش هذه الذكرى المؤلمة، ذكرى هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لو كانت الأصوات مرتفعة من ذلك اليوم منذ هدم قبور أهل البيت، لو كانت المسؤولية كبيرة يتحسس بها الكثير من الناس، الأمة الإسلامية في كل مكان، الدول، المحافل العالمية، ما كنا اليوم ندفع ثمن الإرهاب، وما كنا نشاهد هدم قبر العسكريين صلوات الله وسلامه عليهم، ونشاهد في كل يوم هدم الرموز والأولياء والأئمة، ونشاهد قتل النفس المحترمة في كل مكان، في كل مكان، ونشاهد ما نشاهد من الجرائم والآلام. عندما تترك الأمة المسؤولية، عندما تترك الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهناك فئة ضالة سوف تسيطر على الأمة وعلى مقدرات الأمة وعلى أرواح الأمة وتعبث في الأمة. اليوم هناك دائرة من المخابرات العالمية تدير العجلة السياسية وتقرر مصير الشعوب والأمم، وبذلك في الواقع الملعون الخبيث محمد عبد الوهاب النجدي التميمي هو مؤسس الحركة الوهابية، وقد أعلن عن حركته عام 1114 تقريبا للهجرة، وهذا الرجل تحرك باتجاهات مختلفة، وتحرك لكي يجمع المال وأن يجمع الأنصار، إلا أنه حورب وطورد ولم يقبل به الناس، بل الأمة لم تقبله، طورد وشرد وحوسب حسابا شديدا، حتى لم يبقى له ملجأ أو مكانا حتى التجأ إلى نجد. وعندما التجأ إلى نجد عقد صلحا مع حاكم نجد آنذاك محمد عبد السعود، وهناك عندما عقد هذا الصلح نوعا ما بدأ يتحرك بشكل سري، وعندما كان يتحرك بشكل سري بعد 50 عاما استطاع أن يكون جماعة وأن يكون مرتزقة وكأنما عصابة، ولكن هي حقيقة عصابة تدار من قبل المخابرات البريطانية، كما يذكر ذلك مستر همبر في كتابه مذكرات مستر همبر. هذا الرجل من صناعة بريطانيا وصناعة بريطانية، وهذا الرجل حقيقة لأنه كان مقدار ما مطلع على بعض المفاهيم الإسلامية، وكان يعرف بمقدار من الفقه العام، استطاع أن يخلط الأمور وأن يمزج الأمور، وأصبح عنصرا عميلا للمخابرات البريطانية. بعد هذه المدة بدأ يفكر كيف يجمع المال، كيف حقيقة يستطيع أن يسيطر على العالم ويسيطر على بعض المناطق، بدعوى أننا نريد أن نصفي هذا الدين من الشرك، ونعلن عن حركة التوحيد، ونبدأ بتأسيس دولة، ونقوم بالواجبات التي ينبغي أن نقوم بها. وبالفعل كون جماعة وتحرك باتجاه المدينة،
وهجم على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بسرقة المجوهرات وبسرقة كل ما موجود، وقام بالعبث في هذه المنطقة المقدسة وبالذات في قبر رسول الله في المدينة المنورة. في الحقيقة الشيء الذي أستطيع أن أقوله أنه كان يستهدف بالدرجة الأساسية، يستهدف كربلاء ويستهدف النجف الأشرف، وكان يستهدف بالدرجة الأساسية الهجوم على العراق في حركته. من هنا أستطيع أن أقول أنه تحرك باتجاه النجف الأشرف وقام بالهجوم على النجف الأشرف. طبعا هناك هجمتان أو ثلاث على النجف الأشرف، لكنه لم يتمكن من السيطرة وفشل في هجومه على مدينة النجف الأشرف، حتى اضطر أن يرجع إلى مركز تدريبه في نجد. وبعد ذلك حقيقة فكر أن يهجم على مدينة كربلاء المقدسة. في يوم 18 ذي الحجة، في ذكرى يوم الغدير، يوم تنصيب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في 18 ذي الحجة من عام 1216، يعني قبل أكثر من 200 عام، قبل أكثر من 200 عام قرر أن يهجم على كربلاء، وجاء ب20,000 من جلاوزته، وبهذا العدد هجموا هجمة شرسة قبيحة مجرمة على هذه المدينة المقدسة، على كربلاء. وعندما هجموا على الناس الأبرياء قتلوا كل من وجدوه في الطريق، في الطرقات، في الأزقات. كم قتلوا من الناس، كم استشهد من الناس في كربلاء، على رواية أنه حدود 20,000 شخص استشهدوا في مدينة كربلاء المقدسة على بعض الاتجاهات والروايات. وبدأت عملية قطع الرؤوس من ذلك اليوم، أكثر من 3,000 رأس قطع في مدينة كربلاء المقدسة. لا شك بأن أعداء أهل البيت عليهم السلام من الوهابية والسلفيين هم سلالة الأمويين والعباسيين الذين يحاولون بكل طاقة أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. حادثة هدم القبور وما تلاها من اعتداء على العتبتين، العتبة العسكرية أو القبور الأخرى المنتشرة في شمال أفريقيا وفي البلاد العربية والإسلامية، هي تجاوز لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة والتابعين على هذا المنهج. هذه هي محاولة لطمس حضارة وتاريخ هؤلاء الرجال العظام أمثال حجر بن عدي وغيره من الصحابة والتابعين لنهج أهل البيت عليهم السلام. يحاول بها التكفيريين إخفاء حقيقة هؤلاء الشخصيات وتاريخهم المجيد وعطائهم الثر للحركة الفكرية الإسلامية، لافتقارهم إلى مقومات النهوض وإلى الكلمة المجادلة، والكلمة الكلمة هي خير وسيلة لإثبات الحقوق. ولكن محاولات يائسة منهم في سبيل طمس هذه الشخصيات وتاريخها الذي أضافته للحركة الإسلامية في على مسار الأيام. طبعا ملاحظة مهمة أود أنه أركز عليها هنا، هي أنه عندما يدافع الشيعة عن هويتهم فهذا ليس عيب. اليوم في الحضارة المعاصرة قضية الدفاع عن الهويات أصبحت جزء من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا. هذه الحقوق التي تم تثبيتها في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
وأصبح كل اعتداء على هوية فرعية أو هوية عامة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. وبالتالي عندما يأتي طرف ويقول أنه الشيعة أو الفئة الفلانية تدافع عن هويتها وبالتالي هذا لا يعد عيب، يعني لا، هو ليس عيب. حقوق الإنسان اليوم تقول أنه احترام الهويات الفرعية هو جزء مهم من احترام حقوق الإنسان، بل أنه هو دليل على التعايش والاحترام المتبادل بين بني الإنسان على وجه هذه البسيطة. لنأتي من هذه المقدمة التي نوضحها والثابت الذي نؤكده إلى قضية تهديم قبور البقيع. في كل الحضارات وفي كل الأمم نجد أنه البشر يعتزون بأسلافهم، يعتزون بآبائهم ويعتزون بأجدادهم ويعتزون برموزهم الحضارية ورموزهم الثقافية والاجتماعية. وبالتالي البشر بالفطرة يذهبون إلى تكريم هؤلاء هذه الرموز وتقديسها والاعتراف لها بالفضل وبالكرامة. فلذلك تلاحظ أنه اليوم في كل الحضارات أنه هنالك اهتمام بمقابر الأموات، مقابر الآباء ومقابر الأجداد، لأن هذه المقابر هي ليست فقط حجارة موضوعة على الأرض، وإنما هذه هي عبارة عن شعور بالجميل وشعور بالعلاقة بين الأحياء وبين الأموات، شعور بالفضل بأن هؤلاء لا زالوا مقدرين ومحترمين. فلذلك تلاحظ أنه كل الأمم تقدس أمواتها وتهتم بمقابرهم وتهتم بتكريمهم، سواء عندما يكونون على قيد الحياة أو عندما يكونون أمواتا. وعندما يأتي طرف ما من أي حضارة ومن أي ثقافة ويعتدي على قبور أبناء ثقافة أخرى وحضارة أخرى، فهو لم يعتدي على الحجر فقط ولم يعتدي على التراب، وإنما هو اعتدى على الاحترام المتبادل بين البني البشر، هو اعتدى على حضارة الناس، اعتدى على ما يشعرون به تجاهه بالتقديس وبالاحترام وبالكرامة، اعتدى على آبائهم وأجدادهم الذين تركوا ميراث الثقافة وميراث الحضارة لهم. وبالتالي فإنه يذهب إلى بهذا السلوك باتجاه إثارة الشحناء وإثارة العداوة وإثارة الصراع بين بني البشر. لا يوجد مخلوق اليوم على وجه البسيطة يشعر بالاحترام لذاته والاحترام للحضارة الإنسانية يعتدي على آباء وأجداد حضارة وثقافة أخرى. فهو عندما يقوم بهذا الفعل فإنما هو يقول إنه يفتح الباب للصراع والعنف والتنازع بين الناس، بالوقت الذي نجد إنه الفطرة الإنسانية والرسالات السماوية وكل الفلسفات الإنسانية السليمة ذهبت إلى أنه المقياس الحقيقي في بناء الحضارة الإنسانية الشاملة هو وجود الاحترام المتبادل، الاحترام للهويات وللثقافات وللرموز ولكل شيء يعتز به البشر في علاقتهم فيما بينهم. أمين البقيع بروحي سرى وأبكى عليا وخير الورى، أنين البقيع روحي وأبكى عليا وخير الورى. اليوم طلوعي، اليوم طلوعي نداء البقيع، ليوم الطلوع نداء وأبكى عليا وأبكى عليا وخير الورى. إيه لنا في غارة
هذا النصراتي إلنا في غرقدي الدمعي شمس للهدى تطلع وصوت للسماء منه ينادي كل من يسمع نجوم يقتدى فيها نجوم يقتدى فيها هو أقمار لنا أربع هو أقمار لنا أربع أعت عيني من أذى وتشكو من بني تبع وتشكو من بني تبع إلى الله تشكو كيوم الغدير ولا من مجير ولا من نصير تحكي لولا إلى الله تشكو يوم الغدير ولا من مجير ولا من نصير يحاكي الدموع نداء البقيع يحاكي أعلنوا عن دعوتهم الفاشلة قبل أكثر من 200 عام كيف هجموا على مدينة رسول الله على قبر النبي ثم أنه كيف تحركوا إلى العراق إلى مدينة النجف الأشرف ثم كيف تحركوا إلى كربلاء المقدسة. أعزائي إخواني، الذي يسكت والذي يتكاسل والذي لا يبالي برموزه بمناسباته سيضيع الهوية وسيأتيه الدور شاء أم أبى، لأنه عزة الإنسان، كرامة الإنسان، قيمة الإنسان بعقيدته، برموزه، بنبيه، بأولياء الله، بالأئمة الأطهار. هذا الدين بحاجة إلى دم، هذا الدين بحاجة إلى عطاء، الأئمة بحاجة إلى الطاعة. ولذلك الذي يقرأ تاريخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أزمة الأئمة هو عدم طاعة الأمة. حتى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: لقد ملأتم قلبي قيحة، وكان يتمنى أن يستبدل مجموعة من جيشه بعدد كبير بأعداد معدودة من أهل الشام مع معاوية، لأنه كان يقول لهم: لقد اجتمعوا على باطلهم وأطاعوا وليهم بالباطل، وأنتم افترقتم عن حقكم وعن إمامكم. فكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعاني من هذه الأزمة، وهي أزمة عدم طاعة الأمة وعدم تحملهم المسؤولية. هذا ما عانه الإمام أمير المؤمنين، وما عانه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى تعرض في عدة محاولات إلى اغتيال عسكري أمني. والإمام الحسين قصته معروفة سلام الله عليه، نعم، كيف هجموا عليه ب30,000 على أقل الرواية، وقطع، نعم، وقطع رأسه الشريف وسويت عياله. أزمة الأئمة، الذي يقرأ التاريخ أنهم حقيقة لم يروا أمة مطيعة، أمة واعية تستجيب لقادة الأئمة. وبذلك تلاحظ أن الإمام ما يعيش بين الأمة مدة طويلة. عندك الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه 25 سنة عمره، وسموه بالسم وغادر الحياة الدنيا. وأكو إمام بعد ما جاي إلى الحياة الدنيا محكوم بالإعدام في بطن أمه، محكوم بالإعدام. الحكومة والمنظومة العباسية قررت حكم الإعدام على الإمام صاحب العصر والزمان وهو في بطن أمه. لكن
الإنسان يريد والباري عز وجل هو يريد، وإرادته فوق كل الإرادات. ولد صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشيء الذي أريد أن أبينه أن الأمة ينبغي أن تلتفت على مسؤوليتها أو إلى مسؤوليتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا أخالف من يقول أن هؤلاء لا دين لهم ولا لا، لهم دين ولهم مذهب، ويقاتلون بشراسة ويقاتلون من أجل شيء يعتقدون به، يعتقدون أنهم على الحق وأن الجنة لهم وهم على الصراط المستقيم، وغيرهم على باطل، وغيرهم في خطأ، وغيرهم مشركين، ومباح قتلهم وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وأخذ نسائهم وسبي نسائهم. هذا لا يحتاج إلى دليل بالوجدان، ويوميا نشاهد هذا الموضوع، لا نحتاج إلى دليل في عصرنا في يومنا هذا. انظروا إلى جرائمهم، انظروا إلى معتقداتهم، اذهبوا إلى مواقعهم في مراكز التواصل، انظروا إلى قنواتهم، حركة حاقدة ضد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت هي بيوت محمد وآل محمد. عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع، فسأله: هل هذه البيوت من ضمنها بيوتكم؟ بل قال: هي أفضلها. فأفضل البيوت هي بيوت محمد وآل محمد التي أذن الله أن ترفع. طبعا هناك من لا يرضيه ولا يسعده بأن هذه البيوت ترتفع وترتقي. أستجير بالله، هؤلاء هم أعداء آل بيت محمد، وهم القلة إن شاء الله. طبعا استهدفوا قبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليه في السعودية، وتحديدا في المدينة المنورة، وهي بيوتهم ومنازلهم وقبورهم. ولكن اليد الآثمة الغاشمة المريضة التي في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، وباعتبارهم هم المسيطرون على تلك المنطقة وعلى تلك الدولة، وهم الدولة الحاكمة، تطاولت أيديهم إلى هدم تلك القبور، قبور الغرقد، قبور أئمة أهل البيت، قبر الإمام الحسن المجتبى، وقبر الإمام زين العابدين عليه السلام، وقبر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وقبر الإمام الصادق، وكذلك باقي القبور المجاورة لهذه القبور الطاهرة. طبعا الأعداء والحاقدون على أئمة أهل البيت وعلى هذا البيت الهاشمي العلوي ما اكتفوا بتهديم هذه القبور، بل امتدت أيديهم إلى القبور الأخرى. طبعا لهم أعوان ولهم أذرع ولهم مناصرون، كما أن وهم جنود إبليس، وإبليس جيوشه كثيرة. امتدت إلى كذلك إلى القبرين الطاهرين الشريفين في سامراء، الإمامين العسكريين، وحصل ما حصل. وكذلك لم يكتفوا بذلك، هناك محاولات، ومحاولات جادة ومدعومة إلى قبر السيدة زينب سلام الله عليها العقيلة، ونسأل الله أن يحفظها، يحفظ قبرها، يحفظ شيعتها. طبعا كل هذا عداء لأهل البيت. طبعا هناك كثير من القبور من الصحابة، ولكن هؤلاء الصحابة هم يرتضوهم، هم يحترموهم، فلذلك نرى أن قبابهم حاضرة، وقبورهم مبنية ومعمرة ومنمقة، لأن المسألة ليس مسألة قبور وبناء القبور، المسألة مسألة اعتقاد، نحب ولا نحب. فالمسألة حب، يعني يكيلون بمكيالين، من يحبونه قبره عامر، ومن لا يحبونه ولا يرتضونه قبره مهدم. ف
الله سبحانه وتعالى بالمرصاد هؤلاء، للباطل صولة وللحق دولة كما يقال. ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، وإن هدمت القبور فالأئمة أحياء في قلوب شيعتهم وفي قلوب حبهم، قبورهم في القلوب ليس فقط في البناء، وذكرهم في الأذكار، وأسماؤهم في الأسماء، أسماؤهم خالدة وهم نور الله سبحانه وتعالى. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. مقبرة البقيع وتركها على ما تركته عليه، هل هي من الناحية الاستراتيجية استطاعت أنه تبني دولة صالحة؟ استطاعت أن تبني دولة يتحقق فيها السلم والأمن الاجتماعي؟ التاريخ يثبت أنه كل تطورات الأحداث سواء في الدولة السعودية الأولى أم الدولة السعودية الثانية التي ظهرت والتي تبنت هذا الفكر، هذا الفكر الوهابي الذي يرتكز على الفكر الخوارج، هذه الدولة أسست على أساس الدم والحديد والنار، ولم تؤسس نظام حكم صالح. هذا النظام ليس هو نظام حكم الإسلام الذي نادى به رسول الإسلام وعمل عليه الرسول وآل بيته وصحابته الكرام المنتجبين، بل إنه كان نظام حكم مبنيا على الأثرة ومبنيا على السلطة ومبنيا على إقصاء الآخر وانتهاك كرامته. ونلاحظ اليوم حتى في داخل هذه الدولة نجد أنه هنالك من يقول أنه نظام الحكم، هذا نظام الحكم هو نظام فاقد للشرعية، وهذا النظام بني على أساس توارث الحكم، ولم يكن هنالك في تاريخ الإسلام أنه نظام الحكم يتم توارثه، بل أنه ما قيل لدى كل فقهاء المسلمين أن النظام الذي أسسه معاوية ابن أبي سفيان هو خروج على ملة المسلمين. هذا النظام الذي أسسه معاوية وجاء من جاء بعده للتأكيد عليه، هذا النظام سمي بالملك العضوض. إذن كيف تأتي فئة تقول إنها تريد أن تجدد الإسلام، فلا تجدده على سيرة الرسول وآل بيته، وإنما تجدده على أساس سيرة الملك العضوض الفاقد للشرعية، فهي بمنطلقاتها الفكرية بمنطلقاتها الأيديولوجية لم تنجح في بناء نظام حكم. الشيء الآخر، هي عندما قامت بانتهاك مقدسات المسلمين في مزاراتهم، في مراقدهم، في نبيهم، في آل بيت نبيهم، لاحظ أنه هذا استفز الشعور الآخر المسلم، سواء كان هذا الآخر على أساس المنطلق الشيعي أو على أساس منطلقات المذاهب الأربعة. نلاحظ أنه هذا استفزهم بشكل عنيف، أثارهم بشكل عنيف، وهذا لذلك ظهرت التظاهرات في كل بلاد المسلمين تندد بهذا الفعل وتقول أنه هذا الفعل ليس من الإسلام في شيء. وهذه المظاهرات، بمجرد حصول المظاهرات، بمجرد أن تقوم أنت بفعل ينتهك هوية الآخر وينتهك كرامته ومقدساته، تلاحظ أنه بمجرد أن تقوم بهذا الفعل ويحصل ردة فعل، أنت خلقت حالة الشقاق، خلقت فجوة بين المسلمين. هل اليوم المسلم أو عموم أمة الإسلام بحاجة إلى أنه تكون هنالك قطيعة بين المسلمين، أم أنه هنالك حاجة إلى أن تكون الوحدة بين المسلمين؟ قطعا أنه نحن بحاجة إلى وحدة المسلمين، بحاجة أن يتوحد المسلم مع أخيه المسلم، والذي يأتي ليفرق بين المسلم وأخيه المسلم لا يكون منطلقا برؤية استراتيجية صحيحة، هو يضعف ذاته ويضعف أخيه المسلم الآخر، وهذا أمر خطر. إذن لدينا دولة أسست على فكر متطرف انتهك حقوق الإنسان في مقبرة البقيع، وهي دولة فاقدة للشرعية من الناحية الإسلامية، وهذه الدولة عملت بأيديولوجيتها على التفرقة بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
فكيف أنت تفرق المسلم عن أخيه المسلم وتأتي بعد ذلك لتتهمه بالزندقة وبالكفر وتبيح دمه؟ الشيء الثالث، نلاحظ أنه هذا الفكر أصبح من الناحية الاستراتيجية، لأنه اليوم احنا نتكلم عن مقبرة البقيع التي حصل تهديمها في عام 1807. نلاحظ أنه اليوم احنا نقف على قمة التاريخ في هذه اللحظة، لنلاحظ منذ تهديم مقبرة البقيع إلى هذا اليوم ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه التطورات الأحداث لهذا الفكر المتطرف جعلت أنه هذا الفكر المتطرف يكون ليس أساس لتهديد وحدة المسلمين في مكان ما، بل أنه أصبح يهدد وحدة المسلمين على مستوى العالم، بل أنه وصل الأمر إلى أنه أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ووصل الأمر اليوم إلى أنه في كثير من الثقافات والأديان غير الإسلامية، عندما تنظر للعنف الذي يحصل في العالم، للتطرف الذي يحصل من العالم، التنظيمات الإرهابية التي تولدت وتفرخت على أساس هذا الفكر المتطرف، يقول أنه هذا الإسلام. إذن هي نجحت في تشويه الإسلام ولم تنجح في بناء صورة للمسلم المعتدل، المسلم الذي يبني دينه على أساس الوسطية والاعتدال وعلى أحكام الإسلام الصحيحة. فلتنطلق الإثارة ولتحصل النهضة ولتتعرف الأمة بل الأجيال على هوية البقيع، على مظلومية البقيع. من لم يكن له موقفا في الأحداث التاريخية ولم يعرف تفاصيل تاريخه كيف يستطيع أن يدافع اليوم عن قيمه؟ الآن الحجة تامة عليكم وعلينا وعليكم أكثر، وفرت المنظومة الأمنية بكل تفاصيلها لكم، حالة من الراحة النسبية موجودة، حالة من المراكز والمؤسسات، استغلوها، استفيدوا منها، تحركوا، وكل ثقة أنكم أهلا لتحمل المسؤولية. ربما أنا في العراق مقصر كشخص طبعا، وإلا شعب ما مقصر، شعب تشوفه يوميا يعطي دماء ويعطي تضحيات. ربما أنا لم أقوم بوظيفتي بمسؤوليتي بالشكل المطلوب، لكن لا تنظروا إلي، لا تنظروا إلى المتحدث. لو كنت أنا موفقا لكنت أنا الآن من قائمة الشهداء، أو وفقت في هذه المسيرة المقدسة، لكن لله إرادة وشأن في عباد. أنتم أعزائي في الجاليات الإسلامية في كل أنحاء العالم اليوم تلاحظون كيف أن المنظومة الوهابية والمخابراتية تتحرك عليكم وعلى أبنائكم وعلى رجالاتكم وعلى نسائكم وعلى عاداتكم وعلى تقاليدكم. لا تنشغلوا بهوامش الدنيا، لا تنشغلوا بالقضايا، انشغلوا بالقضايا المقدسة، وأنتم أهلا للقضايا المقدسة. اليوم ينبغي أن نصنع ضجة كبيرة في العالم، لا لأنها قضية تاريخية حدثت لفترة معينة وهي قضية هدم قبور أئمة أهل البيت، لا، لأنها قضية ضربت صميم الدين وصميم الإنسانية. اذهبوا إلى الغرب بالزوايا التي يفهمونها، بالاستحسانات العقلية والقانونية التي يفهمونها، بالقضايا التي حقيقة هم يدركون قيمتها، خاطبوهم باللغة التي يفهموها. اذهبوا إلى محافلهم، في عقر دارهم، في عقر مؤسساتهم، في منظماتهم. لا تأيسوا. اليوم الحمد لله صحيح يقتل منا، لكن أيضا يقتل منهم. صحيح نحن نتألم، لكن يتألمون أيضا. صحيح نخسر شبابنا، فلذت أكبادنا، هذول الشباب عوائل كاملة راحت عندنا في الكرادة وفي بلد وبأسلحة محرمة دوليا، وبقطع اليقين أقول من قبل المخابرات العالمية، وهذه المخابرات ربما موجودة في العراق، وربما بتخطيط وتنظير وإشراف من قبل بعض السفارات العربية. إذن علينا أن ننتبه أعزائي، علينا مسؤولية كبرى، نعم علينا أن نلتحم. أنا أستغرب في مثل هذه الأيام، هذا يناقش شيئا وذاك يناقش قضية، وهذا يطرح موضوعا، ولا يطرحون
آلامنا ولا يطرحون مصائبنا مشاكلنا ومتاعبنا، يذهبون إلى الأجندة التي تفرقنا، ويذهبون إلى المدارس التي تمزقنا، وننبش التاريخ لكي يقتل بعضنا بعضا. لا نذهب إلى المشتركات الشيعية، لا نذهب إلى المشتركات الوحدوية، لا نذهب إلى المشتركات التي تعطينا قوة وعزيمة. وقفوهم إنهم مسؤولون. أين الجواب؟ هل ننتظر أننا يوم القيامة نجيب على هذا السؤال؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، أم أن الجواب نستحضره عمليا في سلوكنا السياسي والعقائدي والأخلاقي، في وقفتنا التاريخية مع أي مناسبة؟ هذا يكتب مقالا، ذاك يتحدث حديثا، ذاك يخلق ندوة، ذاك مؤتمرا، هذا يحتج، هذا يقوم بتظاهرة، هذا يقوم بوظيفة إنسانية، ذاك يقوم بوظيفة اجتماعية، هذا يتحرك على المحافل الدولية، وذاك يتحرك على المنظمات العالمية. تحركوا باتجاهات مختلفة قبل أن يذبحونا جميعا. ولكن هيهات من الذل، لا يمكن أن نذبح ونحن في وعينا ومتحملين المسؤولية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Mm-hmm.